نشكر جامعة الكفيل التابعة للعتبة العباسية على هذه المبادرة من خلال مشاركة جميع طلبتها في كافة الاختصاصات الطبية، ونتمنى في الأيام القادمة تقديم خدمات أكثر لزوار أبا عبد الله الحسين. إني أحد طلاب جامعة الكفيل أشارك بتقديم الخدمات الصحية لزوار أبا عبد الله الحسين التي تقيمها الجامعة بمشاركة الطلاب والأساتذة. خدمات جامعة الكفيل تقدمها إلى الزوار بهذه المفرزة الطبية، تقديم كافة العلاجات للجرحى والإسعافات الأولية وكل الأمراض الموجودة ممكن أنه المعالجة في مفرزة جامعة الكفيل. تقيم جامعة الكفيل التابعة للعتبة العباسية المقدسة المفرزة الطبية لتقديم الخدمات الطبية لزائرين الكرام، وأتشرف بكوني ضمن الكادر الطبي، وإن شاء الله تكون الأيام القادمة أكثر تسابق في سبيل الخدمة لخدمة زائرين أبي عبد الله الحسين عليه السلام. شاركنا أنا وزملائي في المفرزة الطبية التي أقامتها جامعة الكفيل لتقديم الخدمات الصحية إلى زائري أبا عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه.